وعلى هامش مشاركته في أشغال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمقر الأمم المتحدة محادثات ثنائية مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي. وفي هذا الإطار جدد المالكي التعبير عن تقدير فلسطين قيادة وحكومة وشعبا للدعم الثابت واللامشروط الذي ما فتئت تقدمه الجزائر للقضية الفلسطينية، مثمنا في السياق نفسها المساعدات الإنسانية الاستعجالية التي بادرت الجزائر بتقديمها للتخفيف من وطأة الحصار الشامل والجائر المفروض على أهالي قطاع غزة. هذا وكان لعطاف أيضا محادثات ثنائية مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، حيث ثمن عطاف قيام الرئاسة البرازيلية للمجلس بتنظيم جلسة حول الشرق الأوسط وبالخصوص في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جهة أخرى التقى عطاف نظيره الغابوني أونانغان دياي، حيث شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية في مقدمتها القضية الفلسطينية. هذا وسي